ورجعنا من الفاصل. في الفاصل الاول عملنا مع بعض سمك فيليه بلبن جوزة الهند، وده كان شكله بعد ما خلص. حمرنا السمك الفيليه وعملنا صوص اللبن جوزة الهند، كان عبارة عن توم اول ما احمر نزلنا عليه اللبن، اول ما غلي حطينا له معلقتين مستردة، سيبناه يغلي مع بعض وضفنا له السمك بعد القلية، وده شكله وزيناه بشوية بقدونس. الوصفة التانية بقى الجديدة الجميلة، عاملين مع بعض النهاردة كشك بالجمبري، وده حاجة جديدة. هو طول عمره كشك ألماز ومسمينه ألماز عشان كانوا بيحطوا فيه فراخ، وساعات ناس بتعمله باللحمة، فقلت طب اشمعنى أنا ما عملوش يعني بالجمبري، مش هيجرى أي حاجة. هنفتح على الحلة بتاعتنا اللي فيها كوبايتين شوربة القشر بتاع الجمبري، يعني أنا جبت الجمبري قشرته وحطيته مع المية وسبته يغلي وحطيت معاه مرقة خضار، تمام؟ ده المية بتاعتنا أساس الشوربة. نيجي معانا للوصفة بقى مقاديرها، عبارة عن كوباية لبن، دقيق، معانا الجمبري بتاعنا بعد ما قشرته هو ده، معانا بصل جوانح أو جوليان يعني عشان نزين بيه، ومعانا بصل عشان الوصفة، معانا زبادي، ومعانا طماطم، ومعانا صلصة. حد هيسألني يقول لي هو الكشك بيتعمل بالصلصة والطماطم؟ قلت برضو ده هو التاتش الجديد، اللمسة المختلفة. خلينا نشوف مع بعض. هنفتح على الطاسة بتاعتنا، نجيب الزيت. طبعا الوصفات دي كلها مجرباها فيا في نفسي وفي ولادي، هما مبسوطين جدا بالتجارب دي، طلعت حلوه على فكره. طيب هنجيب معلقه بس ننزل بيها البصل. هنستنى على الزيت بس يسخن. هنعمل ايه؟ احنا عندنا هنا شوربه الجمبري بتغلي، مش هنعمل لها اي حاجه، هنسيبها كده تسخن مع بعض وهنسخن الزيت. وفي الوقت ده نعمل ايه بقى؟ نعمل اساس الكشك. اساس الكشك اللي انا اتعلمته من والدتي، يعني كل الناس بيعملوه كده، هو عباره عن كوبايه زبادي ومعلقتين دقيق. هنقلبهم كده مع بعض. حتى ده نفس طريقه الكشك العاديه اللي بتاعت الكشك الماظ اللي هي بالفراخ، بيقطعوا فيه بينسلوا كده الفراخ فيه في الشوربه بنفس الطريقه. بس شوربه بقى الجمبري لما نضيف لها البصل بعد ما نخلصه هنشوفها مع بعض قد ايه تبقى ان شاء الله جميله، وهتبقى برضو وصفه سهله وجديده. وانا عايزه اقول لك انك ممكن تعملي كل الوصفات بالسمك، او ده هدفي، ان احنا عايزين ناكل فعلا السمك في كل حاجه، مش شرط ناكله بالطريقه التقليديه، الناس بتزهق. مش معقوله كل مره ناكله يا مقلي يا مشوي، يعني خلينا نغير شويه. هنزل كل البصل كده. نقلبه بقى. أنا هطفي على الشوربة لأنها غليت خلاص كده تمام. قبل ما نخلص الصوص بتاعنا نبتدي نولع عليها تاني لأنها غليت خلاص. مش عايزه منها اكتر من كده. وطبعا زي ما متفقين ان الجمبري ما بياخدش سوا خالص، فبرضه مش هينفع احطه دلوقتي، هحطه في اخر حاجه عشان هو بياخد من 3 ل 4 دقايق بالظبط عشان يبقى طعمه موجود مش مفتل. ممكن اعمل حاجه كويسه يريحني انا شخصيا، لان احنا نغير العين دي، نجيب العين الكبيره ونطفي برضه على الشوربه. على كل اللي عملته ان انا ضفت البصل للزيت، ما عملتش اي حاجه تانية. وصفه الكشك الالماس دي زمان كانوا بيقولوا يعني الناس الاغنياء اكلت الناس الاغنياء، بس ما عرفتش ايه السبب غير ان هم كانوا بيقولوا انها بتتحط عليها مكسرات. يعني الوصفه الاساسيه هي من المطبخ التركي، يعني الكشك ده جاي لنا من المطبخ التركي مش مصري طبعا، فكانوا بيحطوا عليها مكسرات وبيحطوا عليها. وطبعا كان زمان قوي من فتره يعني كان المكسرات دي حاجه غاليه ومش كل الناس اللي بتستخدمها. انا عايزه كده البصل. انا عايزه لونه يغير بس.
نخلي البصل لونه يغير، مش هنحط له اي توابل خالص. انا كل اللي عملته هنا زي ما متفقين، عملتش اي حاجه في الدقيق غير ان انا بالظبط حطيت معلقتين على الزبادي، نص معلقه كمان بس، بيتحكم في السمك بتاع الكشك. ده دي كده مكانه، المفروض ان احنا بنعمل الخطوه دي اول حاجه ونسيبها شويه، لان الخميره اللي موجوده في الزبادي دي بتشتغل مع الدقيق فبتدينا السمك اللي احنا عايزينه. ابتدى معانا البصل اهو يحمر، معانا الشوربه بتاعتنا في الحله هي دي اللي هنضيفها. تقريبا هو ده اللون، ومش عايزاها تحمر اكتر من كده، مش عايزاها تدخل في الدرجه البني، انا عايزه لونها يبقى ذهبي. هنضيف الطماطم، زي ما اتفقنا الطماطم دايما في كل الوصفات، كل ما عملتيها طماطم مبشوره وترمي القشر بتاعها كل ما بتاخدش وقت ابدا انها تتسبك، لانها ما فيهاش ميه فبتوفر عليك وقت كبير جدا. هنضيف لها الصلصه، نبتدي نفتح تاني على العين بتاعتنا عشان الشوربة بتاعتنا تغلي. نشيل ده بقى كده نبص عليها. زي ما احنا شايفين بصوا الطماطم ما خدتش وقت، اهي اتسبكت بسرعة. هضيف لها بس معلقة ملح. بخلي بالي ان انا حاطة هنا مع القشر بتاع الجمبري اللي انا غليته حطيت معاهم مرقه خضروات اي نوع بقى، بس هي خضار ما ينفعش ولا لحمه ولا فراخ، في السمك بالذات استعملي خضار. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شايفين معانا الميه الشوربه بتغلي، هنضيف له الكميه كلها بتاعت طماطم ونسيبها تغلي كده معانا. ونغير نفس الكلام، نجيب للعين بتاعتنا دي حبيبتنا بتخلص بسرعه. غليت معانا الشوربه كده مع الطماطم اللي انا نزلتها بعد ما حمرتها في حمرت البصله ونزلت طماطم عليهم صلصه وضفتهم للشوربه بتاعت الجمبري. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضيف الجمبري زي ما احنا شايفين كده، لو قلنا ان هو مش هياخد وقت عشان كده سيبتوا اخر خطوه، سيبهم كده مع بعض. هنزل كمان، احنا حطينا هنا معلقتين ونص دقيق على كوبايه كبيره زبادي. كل اللي هنعمله ان احنا هنضيف كده مقدار الدقيق بالزبادي، نقلبهم، المفروض نقلبهم بالمضرب علشان ده طبعا بيبقى زي المهلبيه كده. هنقلب كويس، او ابتدى يتقل معايا زي ما انتم شايفين، لو بيتقل
بس كده. هتفضلي تقلبي فيها، هي الخليط نفسه هيتقل مع كل ما الحرارة بتعلى. هنقلب واحنا كده مستنيين ان الدقيق بتاعنا اللي حطيناه في الزبادي يفك معانا في الشوربة. لازم تستمري في التقليب، هو هياخد تقريبا غلوة واحدة وهنشوفه حالا دلوقتي بعد ما خلص الكشك بتاعنا اللي بالجمبري. ودي كانت وصفاتنا للنهاردة، سمك فيليه بلبن جوز الهند من المطبخ الهندي. وكمان عملنا وصفة جديدة هي كشك بالجمبري. أتمنى أن أنتوا تجربوا كل الوصفات وتقولوا رأيكم على صفحة قناة ست البيت. مستنياكم دايما في سنجاري، هتلاقوا السمك ليه طعم تاني.